بسم الله الرحمن الرحيم. أول حاجة تنبغي نعتذر للجمهور على النتيجة، لأن كنا نتمنوا أن النتيجة تكون أفضل. طبيعة الحال كان اختيار ديال هاد اللاعبين نظرا للظروف ديال المنافسات اللي تلعبوا فيها، لأن اختارنا باش نريحوا اللاعبين ديالنا، لأن عندنا مسابقات مهمة في الأسبوع المقبل، أسبوعين المقبلين، وخصنا نعطيهم وقت ديال الراحة، لأن عندنا إصابات. وشتو اليوم حميد أحداد حتى هو تصاب، لأن حتى هو تيعاني، وبالتالي كنا مضطرين أننا ندخلوا هاد اللاعبين. هاد اللاعبين مازال ما عندهمش تجربة، ولكن مباراة بحال هادي غتعطيهم تجربة، ولكن نقاط تنظن بأن نقاط في البطولة ممكن تداركوها، ولكن المباراة المقبلة ديال كأس العرب وديال عصبة الأبطال مهمة جدا بالنسبة لنا. بالنسبة للعبد الإله الحافظي، حضرنا معاه قبل من المباراة، حضرنا معاه قبل من مباراة الوداد على الاستعداد ديالو واش يبدا، وكذلك في المباراة ديال شبيبة القبيل، واليوم تكلمنا معاه على كيفاش تيحس، كيفاش واش مستعد انه يبدا المباراة. فهو قال لنا بانه من ناحية نفسية ما مستعدش انه يبدا المباراة من الاول، وبالتالي داكشي علاش خلينا حتى الدقيقة تقريبا 58 هذا دخلناه باش يدخل تدريجيا في التباري. هذا هو علاش. بالنسبة للاعبين تنظن بان كاين انضباط في الفريق. بطبيعة الحال وقع حدث من بعد المباراة ديال شبيبة القبيل، تمت المعالجة ديالو، وجميع اللاعبين فهم حتى اللاعبين اليوم اللي ما لعبوش فهم تدربوا اليوم في الصباح، على اساس اننا غنخوضوا حصة تدريبية غدا ان شاء الله، لان عطيناهم يومين راحة كانوا محتاجين ليها، لان مازال تنتظرنا مباريات مهمة خاصة في الجزائر، لان عندنا جد ديال مباريات مهمة ضد مولودية الجزائر، ضد شبيبة القبيل، مباريات ديال مواجهة مباشرة مع المنافسين ديالنا. اليوم كنا تنتمناو اننا نحققوا 3 نقاط باش نقربوا للصدارة، ولكن تنظن بان فريق الفتح استغل الفرص اللي جاتو، تنظن بان جاتنا فرص كثيرة كنا ممكن نسجلوا قبل، ولكن اللاعبين تتنقصهم التجربة، هذا هو اللي كاين. نتنحسب لهذا العام، انا بالنسبة لي البطولة ديال هذا الموسم والمنافسات اللي حنا فيهم هذا الموسم، حنا بالنسبة لنا الهزيمة ما كناش ننتظروها، ما كناش واردة عندنا، لأن الطريقة اللي تسجل بها الهدف الأول فحنا شفناها شحال من مرة، كان ممكن تفاداوها، ولكن هذا الشيء تيوقع في كرة القدم. تسجل علينا اللاعبين ما تنحملهم حتى شي مسؤولية، لأن المسؤولية حنا اللي خديناها باش دخلناهم، تيفتقدوا التجربة. هذا عامل كاين، ولكن التجربة راه تجي مع الممارسة، لأن اليوم إلا غنشوفوا زريدة فهو بين بأنه لاعب اللي ممكن نعتمدوا عليه في جميع المنافسات، كاين لاعبين أخرين تيفتقدوا التجربة، اكتسبوا التجربة، لأن ما يمكنش اليوم نلعبوا اللاعبين الأساسيين ويتصاب لينا شي واحد. شفنا فرق أخرى أنها ما دارتش تدوير وتصابوا لها لاعبين، وبالتالي إحنا اللاعبين ديالنا مهمين جدا، خاصة أننا غنلعبوا على عصبة الأبطال وكأس العالم، وبالتالي البطولة ممكن أننا نداركوها من بعد إن شاء الله. دريوش حالة خاصة، دريوش كان مشى مع المنتخب قبل من 20 سنة، وكان تصرف شي تصرفات غير مسؤولة، وكان المسؤول على المنتخب قدم تقرير للنادي وتمت المعاقبة ديالو، توقف ديالو لواحد المدة. البارح كان لعب مع فريق الأمل، ممكن انه يدارك الموقف ويرجع للفريق الاول. اليوم علاش ما لعبنا بدويك؟ لان نقصر، وبالتالي عندنا بدربان المصاب، عندنا نقا مصاب، واليوم تصاب لنا حميد احداد، وكذلك نانا حتى يحس ببعض الالم، يعني
ممكن اننا تعملنا مباراه ثلاثه نقاط. طبيعه الحال الخساره ما تيبغيها حتى واحد، حتى واحد ما يقبل انه يخسر، خاصه التسلسل ديال الايقاع ديال التباري والنتائج اللي حققنا مؤخرا. ولكن هذا واقع، الهزيمه وارده في كره القدم. اهم شيء هو اننا في عصبه الابطال وفي كاس العرب اننا نحققوا نتائج ايجابيه، ونداركوا هذا الشيء من بعد ان شاء الله ملي نعززوا الصفوف ديال الفريق، ثم يكون عندنا وقت افضل باش نواجهوا المباريات اللي عندنا باحسن شكل ان شاء الله.